شهد الدكتور علي بن فضل البوعينيل النائب العام حفل ختام البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية. وأكد سعادة النائب العام خلال كلمته أن تنظيم وحدة التحقيق الخاصة لهذا البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية يبرهن على تكاتف وترابط المؤسسات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان. لخلق منظومة عمل متكاملة تعمل على التطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وفي ظل التعاون المثمر مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي طالما كان شريكا في الجهود الوطنية المبذولة من أجل تعزيز وتنمية القدرات وإكساب الخبرات، اختتم البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والذي جاء بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور عدد من المعنيين بحماية حقوق الإنسان. البرنامج استمر لمدة 6 أشهر من أكتوبر من العام الماضي. تناولنا فيه 3 محاور رئيسية، تناولنا فيه تقريبا حوالي 50 موضوع مختلف، تحدث فيهم 49 خبير. مجموع المشاركين في البرنامج بلغ حوالي 900 مشارك. الحمد لله حققنا الأهداف المرجوة منه. هذا البرنامج نواة لتعاون وتكامل طيب جدا ما بين كل الجهات المعنية بالعدالة الجنائية للحرص على تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية في التطبيق الفعلي. هذا النوع من أنواع الفعاليات اللي بيتصل يعني تأثيره لكل المشتغلين بالعدالة الجنائية، بيساهم الحقيقة بشكل واضح في تبادل الخبرات وتبادل الرؤى. هذا البرنامج الذي شارك به لفيف قانوني وحقوقي يأتي لاستمرار النهج القائم على التثقيف والتوعية لكافة المعنيين بإنفاذ وتطبيق القانون لمواكبة المبادئ والمعايير الوطنية والدولية الحاكمة لحقوق الإنسان على كافة المستويات، والذي يضمن قيامهم بأعمالهم وفق الممارسات الدولية المعتمدة. صراحة يعني أشعر بالفخر والاعتزاز بهذه القامات الوطنية التي شاركت، وكذلك بوجود أكثر من 891 مشارك شاركوا لمدة 6 أشهر في هذا البرنامج. سعداء بهذه الشراكة التي نأمل أن نكون حققنا من خلالها الأهداف المرجوة، وهي مثل ما تفضل سعادة النائب العام بأنه يعني أنها هذه نواة لمستقبل إن شاء الله واعد من التعاون الوثيق بيننا وبين وحدة التحقيق أو حتى التظلمات إن شاء الله، الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل آليات الوطنية لحقوق الإنسان إن شاء الله. هذا البرنامج الذي قامت به وحدة التحقيق الخاصة يدل على التزام هذه الوحدة بحقوق الإنسان، وطول البرنامج يدل على مدى حرصها على تقوية حقوق الإنسان في عملها المؤسساتي. ويأتي إقامة مثل هذه البرامج التدريبية القانونية المتخصصة لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان والعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين 2022-2026، خاصة فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية. برنامج تدريبي جاء لتعزيز قدرات المعنيين بحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية انتهى اليوم بعد برنامج مكثف تحقق من خلاله مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات، لتستمر المملكة بذلك التأكيد على تحقيق رؤيتها المستقبلية في مجال حقوق الإنسان. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.